هذا سائل يقول إن أباه لا يصلي وهو شارب للخمر ودائما ما يجاهر بسب الدين، سؤاله يقول كيف أتعامل مع أبي في هذه الحال؟ تعامل معه بالبراءة منه، إلا إن احتاج إليك فأحسن إليه وأنفق عليه إذا احتاج، وأما أنك توافقه أو تحبه على ما هو عليه من الكبر فلا، تبرأ منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه عن موعدة إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم.